النهاردة في كف مريم هنتكلم على كتاب أنا بحبه جدا، سلسلة كتب مش كتاب واحد، وأنا أدعي إن دول من أهم الكتب اللي أثرت في حياتي وأنا صغير، يعني سن كده اللي هو 7-8 في الحتة دي. أنا كنت الكتب دي بأكلها بأزقزها بستناها كل شهر تنزل عشان أقراها طبعا، وأنا كونت خيالي بسبب الموضوع ده. طيب الكتب دي اسمها المغامرون الخمسة، الجيل بتاعي في الأربعينات يعرفوا نوسة لوزة تختخ عاطف ومحب، دول 5 أصدقاء كانوا بيعملوا مغامرات عظيمة كلها بوليسية ولذيذة، بس لازم نعرف قصتهم جاية منين. دي سلسلة اتعملت لكاتب مصري ربنا يرحمه محترم جدا اسمه محمود سالم، والراجل ده بدأ لترجمة برد الأعداد البوليسية الإنجليزية الشهيرة من حاجة اسمها كشفوا الأسرار الخمسة، وألف قسم كبير بعد كده منها، يعني عمل منها كذا حاجة مترجمة، ولكن هو بعد كده في فترة مثلا 69 بدأ يعمل منها نوع من الأفكار عشان تكمل الشباب كل مرة، بس بشكل مصري ما بقتش مترجمة، يعني كأنه عمل أدابت للفكرة وكونها تاني بشكل مختلف مصري جدا بتدور أحداثه في مصر، وطبعا الأبطال أسمائهم مصرية جدا وكل مغامرات تنتمي للشكل المصري. احنا وصلنا تقريبا ل 100,000 نسخة في الشهر، ده هو ده اللي قاله في يوم من الأيام، دخلوا 100,000 نسخة، وقال إن بعد ذلك أصبح المغامرون الخمسة هم حياتي، كنت أحصل على 50 جنيه على العدد وأدفع منهم 5 جنيه للضرائب. ده كلمة المؤلف الأستاذ محمود سالم. رقم 2، عالم المغامرون ده يا جماعة عالم بوليسي بيدور ما بين الاختطاف والسرقة والجاسوسية ساعات كمان والجريمة الكاملة والجريمة اللي بتكشف، وبيعملوا تنكر، وهم 5 شباب صغيرين أذكياء جدا جدا معهم مفتش بيكي كده يساعدهم في بعض الأحيان لما الجريمة بتكبر، وبيعملوا مطاردات ما بين حاجات هادية وحاجات فيها مطاردات، يعني ممكن ننتهي بمغامرة عنيفة في الصحراء أو اكتشاف اللص بالراحة وإحنا قاعدين زي أجاسا كريستي. رقم 3، المغامرون دول كانوا عايشين للمغامرات في ضواحي القاهرة، ولكن هم عايشين في المعادي طول الوقت، وكل الحاجات اللي موجودة بتتعمل في المعادي، لغز أبو طرطور، لغز وادي المساخيط، لغز الرجل الأزرق، حاجات أصلا حتى الأسماء كانت جميلة جدا ورسومات اللي بره كانت عظيمة. وأتخيل كده النهاردة أن المعادي تمت فيها تقريبا 90% من الأحداث، ما عدا أنه مرة طلع إيطاليا ومرة طلع في سفينة في البحر. وطبعا كان عندنا أستاذ شوكت اللي هو خال عاطف ولوزة، مفتش سامي، في ناس كانت بتدخل وتخرج، وفي مغامرات في البحر، وكمان احنا عرفنا كمان ان في بعض المغامرات زي مثلا مغامرة اتقال فيها انه توت عنخ امون اللي هز الدنيا من 45 سنة، فعرفنا ان احنا بنتكلم في سنة 67 لما بدأ المغامرون الخمسة يشتغلوا. رقم 4، لازم تعرفوا ان فنانة فاتن حمامة ظهرت كدور شرف في احد الكتب، يعني في يوم من الايام لوزة بتجري كده راحت تركب عربية في الشارع، او نوسة يا ربي لو انا فاكر، وبعدين اول ما دخلت العربية لقيت الفنانة فاتن حمامة هي اللي سايقة، وقالت لها لا 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 ما تعمليش مغامرات ولازم تروحي بيتك بدري وما تعمليش كده وبتاع وشوفي دروسك وهكذا. فده كان لفتة لذيذة جدا زي بالظبط اللي بيحصل في هوليوود دلوقتي لما يجيبوا دور شرف. رقم 5، المغامرون الخمسة اتعمل في التلفزيون سنة 72 مسلسل بطولة الأستاذ صلاح ذو الفقار، والسلسلة دي حققت نجاح جامد جدا على فكرة من إخراج أستاذ محمد نبيه، والبطولة كانت الأستاذ عزيزي مصطفى وسمير ولي الدين والد الفنان علاء ولي الدين ربنا يرحمه، نسرين نور الدين وأشرف شوقي ونادر نور الدين وهشام نشأت. فطبعا دي برضو لازم نلاقيها أكيد في الأرشيف في يوم من الأيام. المغامرون الخمسة وآلة الزمن في المستقبل سنة 2004 مسلسل كرتون اتعمل برضو إخراج أستاذ طارق راشد، وده طبعا برضو التتر كان صناعة الأستاذ طارق مدكور الموسيقار العظيم، يعني سلسلة لذيذة جدا. عايز أقول لكم أنا بنتي اللي هي رغم أنها ما تنتميش للجيل ده خالص لكن حبيتها جدا وكانت معانا دايما وإحنا مسافرين في العربية، وعايز أقول لكم أنها فعلا أثرت خيالها بشكل مختلف تماما. أشوفكم بكرة في كف مريم.